وأكد الرئيس السيسي أن الشهداء سيبقون في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام. وأضاف الرئيس السيسي أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع، لكنه تضحية وأثمان تدفع لصون مصر واستقرارها وأمنها. إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعل النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف. إنهم شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني، ودليلاً قاطعاً على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق، وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء ثمناً لصون مصر وأمنها، ثمناً لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها.